السلام عليكم، مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريل استيت جايد. بنقل لحضراتكم جولة في منطقة المستثمرين في 2024. بنشوف مع بعض المنطقة، شكل الشوارع، شكل الإنشاءات اللي واصلة ليها الشركات، يعني بنظرة كده خارجية للمناطق بتاعة الكومباوندات أو كده. طبعا احنا دلوقتي على محور بن زايد الجنوبي، اللي احنا شفناه من شوية دوت ده الستريب مول بتاع كومباوند ميد تاون سولو. دلوقتي احنا قصاد الكومباوند بتاع البوسكو لشركة مصر ايطاليا. طبعا الجهة التانية المشروع بتاع سيليا طلعت مصطفى، دي كلها كده الفيلات بتاعة كومباوند البوسكو. هما طبعا سلموا كذا مرحلة قبل كده، ولسه في تسليمات كمان هتكون خلال الفترة اللي جاية. دي منطقة العمارات في كومباوند البوسكو، ديت الفيلات بتاعت ستيلا بارك. كومباوند طبعا برضو واخد وجهة مباشرة على محور بن زايد الجنوبي. طبعا دي العمارات بتاعت سيليا، وديت برضو الكومباوند بتاع الشركة السعودية المصرية للتعمير، كومباوند بلو فيرد على 70 فدان. كومباوند دوت ميكس عمارات وفيلات، التسليم بتاعه على نهاية 2026. العمارات اللي هناك ديت اللي هي لسه مش متشطبة، دي بتاعت شركة اسمها محمد عبد الوهاب. هو طبعا ما طرحوش بيع أصلا في المشروع، ولكن شغالين في الموقع. وديت برضو العمارات بتاعت سيليا. احنا دلوقتي هنا على المحور المركزي اللي هو الموازي لمحور بن زايد الجنوبي، يعتبر في ظهر الكومباوندات اللي هي مثلا ده كومباوند بلو فيرد في الظهر بتاعه، تمام، بتاع الشركة السعودية المصرية للتعمير. وديت منطقة الفيلات برضو، هو يعتبر في يعني فيلات تعتبر خلصت كتشطيب وجهات وكده في الكومباوند. ده مشروع بتاع البنك الأهلي، ديت اللي هي الفيلات بتاعت بلو فيرد للشركة السعودية. احنا دلوقتي على المحور المركزي، ديت العمارات والفيلل اللي هي بتاعت كومباوند البنك الأهلي. ده مشروع جولدن يارد، شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية، الأونر بتاع الأرض والمطور العقاري شركة مارسيليا. عندهم تأخير في الإنشاءات للأسف. العمارات البيضاء اللي متلونة هناك باللون الأبيض ديت كومباوند كابيتال واي شركة إيكوتي، اللي هم عاملين ووتر واي التجمع الخامس، طبعا مشاريعهم معروفة. ده الستريب مول لشركة سيراك اللي هو المول الخدمي بتاع كومباوند ستيلا بارك على المحور المركزي. ده مشروع تيباروز تبع الدفاع الجوي. الأرض ديت أو ده العمارات بتاعت كومباوند البوسكو شركة مصر إيطاليا. دي منطقة العمارات على المحور المركزي. طبعا كومباوند كبير، يعني تقريبا 210 فدان، حاجة زي كده، من أول الكومباوندات اللي طرحت في العاصمة في 2017. دي كلها منطقة العمارات اللي هي طرحت في أول طرح ليها كان من 2017. ده الستريب مول بتاع كومباوند كابيتال هايس 1، وده الستريب مول بتاع كومباوند كابيتال هايس 2، الاتنين تابعين لشركة الصفوة. طبعا الإنشاءات بتاعت كومباوند كابيتال هايس 1 كويسة، يعني في عدد كبير من العمارات خلاص خلصت كإنشاءات وكتشطيب، وكابيتال هايس 2 كذلك، يعني لسه طبعا التشطيبات، بس يعني في عمارات خلصت كإنشاءات وفي لسه حاجات طبعا شغالين فيها. العمارات اللي هناك ديت دي بتاعت كومباوند بوكا لشركة ام بي جي. طبعا واضح ان في برضو نوع من التأخيرات، ولكن يعني ده برضو بسبب العوامل بتاعت الفترات اللي فاتت، التغيرات الاقتصادية والظروف التضخم والحاجات دي كلها، ولكن كل الحاجات دي يعتبر نوعا ما مسموح بيها. يعني ده الجامع اللي هو تابع للكومباوند بتاع كابيتال هايس 2. دلوقتي احنا داخلين على اول كومباوند اتطرح في العاصمة في 2016، اللي هو كومباوند ميد تاون فيلا. ده اللي هو المطور العقاري بتاعه شركة بيتر هوم، كومباوند تاون وتوين هاوس. هو خلصان دلوقتي كإنشاءات وكتفنيش يعني وخدمات ولاندسكيب من جوه، ولكن لسه طبعا السكن هيبقى يعني قصاده شوية وقت.